وبما اننا تطرقنا للحوار الوطني، تعال نروح دلوقتي نتابع لقاء اجراه زميلنا مصطفى مزار من داخل جلسات الحوار الوطني مع النائبه ميرال جلال الهريدي امينه التعليم بحزب حمايه الوطن. دعنا حضرتك نحط مبدا عام من خلاله هنبتدي نتكلم في القضايا المختلفة اللي تخص قضية التعليم. التعليم هو أساس بناء الإنسان، التحول المجتمعي والنمو الاقتصادي. يبقى من الجملة دي هنقدر نقول إن أساس أي تقدم في صناعات، في تجارة، في بناء الإنسان لازم هيكون من خلال التعليم. وبعدين لما أجي نتكلم عن التعليم لازم ناخده كله في المجمل، التعليم كقضية عامة، مش هقسمها لما قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي. لازم الأول أتم ربط جميع سلاسل التعليم ببعضها عشان أسد الفجوة بين مرحلة والأخرى، وبعدين بعد كده أمسكهم جزء جزء، التعليم لما قبل الجامعي والجامعي وما بعد الجامعي. أهم قضية لازم عشان خاطر هقول حياتك حاجة، حزب حماة الوطن رؤيته مش خاصة بتطوير التعليم ولكن بتحويل التعليم. تحويل التعليم. نعم. بمعنى أني أنا تناولت الدولة المصرية خلال الفترة السابقة تطوير التعليم على أنه تغيير في المناهج، تغيير في محتوى المناهج وما شابه ذلك، لكن رؤية حزب حماة الوطن في تحويل التعليم بمعنى أني أنا أحول التعليم من تعليم مبني على مجموعة طالب جاب إيه وهو ده اللي بيحدد مستقبله، هيلتحق بأني جامعة، وبالتالي هيحدد مستقبل الدولة المصرية، إلى تعليم يرتبط بمخرجاته باحتياجات سوق العمل. فمن هنا هبتدي احط المناهج اللي فعلا هتشكل لي الطالب او الدارس اللي هتبني الانسان اللي عنده المهارات الفكريه، المهارات الجسديه، القدرات على التفكير والتحليل واتخاذ القرار وتحليل المشاكل اللي بعد كده هيلتحق بسوق العمل. وده اللي كان اتكلم عنه السيد الرئيس، عن بناء شخصيه الانسان المصري، واللي بتبدا زي ما حضرتك اشرتي من التعليم، لانه بدون تعليم لن تبنى الامه. طيب لو اتكلم مع حضرتك سياده النائبه ميرال جلال عن فكره يعني التكامل ما بين العمليه التعليميه ومخرجات العمليه التعليميه، سواء ما قبل الجامعي وما بعد الجامعي، وربط كل ده بسوق العمل. هقول لحضرتك حاجه، علشان خاطر نحقق او اليه تنفيذ هذه الرؤيه انا لازم ادرس سوق العمل. ايه طبيعه مكونات سوق العمل؟ سوق العمل بيتكون من ايه؟ هنلاقي فيه اقتصاديات مختلفه في سوق العمل، عندنا الاقتصاد التقليدي، عندنا الاقتصاد البرتقالي، عندنا الاقتصاد البنفسجي والاقتصاد البيئي، وعلى هذا الاساس هبتدي احط المناهج، دي نمره واحد. نمره اثنين، الطابع الديموغرافي والثقافي اللي في سوق العمل، عندي جنريشن زد وجنريشن الفا، كل دول لهم صفات وسمات محدده، فلازم برضو المناهج اللي هحطها تتطابق مع سماتهم وصفاتهم واحتياجات سوق العمل. انا بعتبر التعليم او حزب حماة الوطن يعتبر التعليم ما قبل الجامعي هو البذره او النواه للتعليم الجامعي. نعم. يبقى لازم يكون في تنسيق ما بين المسؤول عن التعليم القبل الجامعي والمسؤول عن التعليم العالي، علشان يعرف ان هو التعليم العالي اللي بيستقبل الخريج من التعليم القبل الجامعي، فهو عايز يبقى مواصفاته ايه. هقول لحضرتك حاجه، من ضمن مقترحات حزب حماة الوطن ان لا تكون وزاره التربيه والتعليم هي المنوطه الوحيده بوضع المناهج التعليميه في ما قبل الجامعي. مين اللي يشاركها فيها في وضع المناهج؟ اللي يشاركها جميع الستيك هولدرز او المهتمين ببناء الانسان اللي هو بعد كده هينضم لسوق العمل، يعني رجال الصناعه، رجال التجاره، رجال الاقتصاد، دكاتره الجامعه، الاعلام، يبقى بوتقه او مجموعه من مجلس اداره بيشتركوا مع بعض وبيحددوا مخرجات التعليم اللي هتواكب احتياجات سوق العمل، المفروض تكون المناهج بتاعته عامله ازاي.